يقول السائل: أنا إمام مسجد ويسألني بعض جماعة المسجد عن حمل مريم عليها السلام بعيسى عليه السلام، هل حملت به؟ دلهم يسألوني عن شروط الصلاة وأحكام الوضوء ونواقض الوضوء، وخلوا السؤال عن مريم وعن عيسى، ما وصلتم إلى هذا، لا تفتح لهم الباب في مثل هذه الأسئلة. نعم، إذا سألك عن عيسى قل: كم شروط الصلاة؟ وش معنى لا إله إلا الله؟ إيه، اسأله عن هذا. نعم.